دروس اللغه العربيه لغير الناطقين بها الجزء الاول الدرس الثاني ذلك ما ذلك ذلك نجم هذا مسجد وذلك بيت هذا حصان وذلك حمار اذلك كلب لا ذلك قط ما ذلك ذلك سرير من هذا ومن ذلك هذا مدرس وذلك امام ما ذلك ذلك حجر هذا سكر وذلك لبن تمرين اقرا واكتب هذا سكر وذلك لبن من ذلك ذلك امام اذلك قط لا ذلك كلب ما هذا هذا حجر الكلمات الجديده امام حجر سكر لبن